الليمفاتيك دريننج بتاعت اللور لمب هبدأ بيها، بعد كده أخش على البلفس ثم الأب. اللي يهمني في الليمفاتيك دريننج بتاع اللور لمب معرفة أماكن الجروبس وكل جروبس من الليمف نود الأفرنت والإفرنت بتاعها. حتى دي طريقة وضعين الأسئلة. لما بحط مثلا مجموعة ليمف نود بقول لك بتريسيف أفرنت، وبحط لك أربعة أورجنز أو خمسة أورجنز تختار منهم واحد. دي الطريقة، مفيش أكتر من كده. ولذلك أي حاجة هتلاقيها مكتوبة تحفظ كل الأورجنز اللي موجودة في كل سلايدز، لأن كل أورجن من دول بكتبه وأقول إن الليمفاتيك بتاعته ها تو ويتش أوف ذا فولوينج ليمف نودز. بالنسبة للور ليمب سهلة جدا، لأن مجموعة الليمف نود اللي موجودة فيها هي مجموعتين، مجموعة سوبرفيشال ومجموعة دي. المجموعة السوبرفيشال والديب اسمهم انجوين الليمف نود. المجموعتين لهم علاقة بالروت أوف ذا ثاي اللي هو عند الانجوين الليجمنت، إذا كانت دي الثاي على سبيل المثال. ده الانجوين الليجمنت في هذا المكان. في عندي وريد محترم موجود في اللور ليمب اسمه فيمورال فين. الفيمورال فين في مجموعة ليمف نود أول أراوند عددهم من 6 ل 7 تقريبا. هذه مجموعة الليمف نود اسمها ديب انجوين الليمف نود، وجزء منها بيسموه اللي هو فيمورال ليمف نود الديب جروب. في مجموعة تانية سوبرفيشال، السوبرفيشال دي مجموعتين. في وريد داخل على الوريد ده، على هذا الوريد، الوريد اللي هو الفيمورال فين، في وريد داخل عليه اسمه جريت سافينس فين. اسمه ايه؟ جريت سافينس فين. هذا الجريت سافينس فين حول نهايته مجموعة ليمف نود، وفي تحت الانجوين الليجمنت مجموعة ليمف نود. دي ودي اسمها سوبرفيشال انجوين الليمف نود، بيعملوا مع بعضهم اللي هو الليتر تي. يبقى مجموعة السوبرفيشال ليمف نود ارينجد ان تو جروبس هوريزونتال وفيرتيكال. الهوريزونتال بيلو ذا انجوين الليجمنت، الفيرتيكال اراوند مين؟ سافينس، جريت سافينس، التيرمينيشن اوف ذا جريت سافينس فين. وفي عندي هنا مجموعة حول الفيمورال فين لانها ديب، اسمها ديب جروب، ديب فيمورال دي جروب. انما ديت اسمها الانجوين السوبرفيشال ودي. بصوا لي كده معايا، السوبرفيشال ليمف نود اللي هي الليمفاتيك دريننج بتاعت اللور ليمب هوريزونتال جروب وفيرتيكال جروب. الهوريزونتال جروب بارل للانجوين الليجمنت، الفيرتيكال جروب ريليتد للابر اند اوف ذا جريت سافينس فين. المجموعه دي موجوده ان فرونت اوف ذا روت اوف ذا ليمب، ده الروت بدايته، موجوده في الروت تحت الانجوين الليجمنت، كلها اسمها سوبرفيشال انجوين الليمف نود. اذا ما هي السوبرفيشال انجوين الليمف نود؟ هي مجموعة تحت الانجوين الليجمنت موجودة عند الروت اوف ذا ساي، مترتبها مجموعتين، مجموعة اللي بيسموها هوريزونتال ومجموعة فيرتيكال، اللي عرف مكانهم عند الجريت سافينس فين وتحت الانجوين الليجمنت. الاثنين اسمهم سوبرفيشال انجوين. في مجموعة ثانية اسمها ديب انجوين، في مجموعة ثانية اسمها ديب انجوين. اللي يهمني اكثر في ترتيبهم اللي هو السوبرفيشال جروب دول. اللي احنا شايفينه ده هي نفس الصورة، لكن فيها صورة ثانية زايدة اللي هو الباك اوف ني. والباك اوف ني في وريد في الداخل، عندنا داخل الني جنب بوبليتيال ارتري في وريد اسمه بوبليتيال فين. في هذا المكان بيبقى اسمه بوبليتيال فين، وهو محصله الفينات اللي جايه من الليج، مش مهم اسمها دلوقتي. هذا البوبليتيال فين وليس الارتري حواليه مجموعه ليمف نود 2 3 اسمهم بوبليتيال ليمف نود. البوبليتيال ليمف نود اللي هي موجوده في البوبليتيال فوسا اللي هي حول البوبليتيال فين بالدرين الليج والفوت، درين الليج والفوت، درين الليج والفوت ديبلي ستراكشر. الاستراكشر زي الديب اللي على مستوى الديبر ستراكشر، لكن السكين والسوبرفيشال فاشيا بيبقى الليمفاتكس بتاعتهم ماشيه عن طريق ليمفاتكس، وكلمه ليمفاتكس غير ليمف نود، ليمفاتكس يعني ليمف فيسلز. بيبقى اللي عن طريق السكين واللي عن طريق السوبرفيشال فاشيا بتمشي مع الليمفاتكس along the great سافينس فين الى ان تصل الى الفيرتيكال سوبرفيشال جروب. اذا جينا تحت النيه كل المنطقه دي تنقسم الى منطقتين، منطقه ديب ومنطقه سوبرفيشال. المنطقه الديب اوف ذا فود والليب بتروح للبوبليتيال، اما المجموعه السوبرفيشال بتكمل على طول على الجريت سافينس الى المجموعه اللي بنسميها الفيرتيكال. فاهمين حاجه ولا لا؟ ولا انا بتكلم بسرعه؟ ها؟ انزل الريت شويه؟ طيب. احنا عندنا مجموعتين. مجموعة حنينة، أنا قصدي مجموعة مجموعة فيرتيكال ومجموعة هوريزونتال، الاثنين اسمهم إيه؟ ده غير المجموعة اللي هي مين؟ الديب. الديب دي مع الفيمورال فين. مع مين؟ ودي الليمفاتكس اللي رايحة لها مينلي من الساي. ديبر ستراكشرز أوف ذا ساي، يعني الموجودة هنا من عند النين لغاية الروت، المجموعة المسلز والتيشوز اللي في الديب ستراكشر انا بيروح لمين؟ لديب.
معايا ولا لا؟ طب السوبرفيشال السوبرفيشال صح؟ يتفضل عندي اللي تحت مين؟ الني. الني حاجتين اللي تحت الني سوبرفيشال اسكينوفاشيا وديب ماسلز وفيزلز وبلاهم تلتلة جوه. إذا كانت سوبرفيشال اسكينوفاشيا الليمفاتكس بتمشي مع الجريت سافينس إلى الفيرتيكال واضح؟ المجموعة الديب في الليج والفوت تقول مين؟ بوبليتيا. طب من بوبليتيا بعد كده بتروح لمين؟ ديب جوانا خيمرا. واضحة؟ وصلت؟ 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 وصلت. كلام عبيط ده كلام في حاجة ده أناتومي. فين الأناتومي أيام زمان؟ كل كلمة مكتوبة هنا تتحافظ. هو كله حفظ للأسف. أنا باجي في واحدة من دول وأقوم حاططها كده. اللور هاف اوف زينا الكلام. Which of the following group of the lymph node receives lymphatics منها؟ وصلت السؤال بيجي ازاي؟ احط حاجه من دي واقول مين الليمف نود اللي بتدرين هذا الجزء. طب انا وقت حاطط السلايد ده في ايه؟ الهوريزونتال جروب اللي هي انهي جروب؟ سوبرفيشال هوريزونتال. سوبرفيشال. ركزوا قوي فيه. مش بس اللور ليمب. مش بس الكلام العبيط اللي انا كنت قاعد اقوله في اللور ليمب سوبرفيشال ودي. لا ده في استراكشرز ثانيه بتروح لها. الافرنت اللي خارجه من الاورجنز دي راح المجموعه دي. مين هذه المكان؟ البرينيم. مين هو البرينيم؟ الاوتلت اوف ذا بيلفس المقعده الحته اللي احنا قاعدين عليها اللي هي الحته اللي بين الجينيتاليا والانس فتحه الانس منطقه دي اسمها برينيم. خدتوا برينيم معايا قبل كده اللي هو الدايموند ده اللي هي الحته دي البرينيم اخر جزء من الانا الكنال اللي هو اكتوديرمال في الاورجن اللي هو السينستيف اللور هاف اوف انا الكنال ملوش علاقه بالاكسترنال ايليك والكلام ده تحت في اللور ليمب ده في المجموعه السوبرفيشال الاكسترنال جينيتاليا طبعا اكسترنال جينيتاليا انجوينا سوبرفيشال هوريزونتال جزء من اليوترس بارت اوف ذا يوترس انه بارت ده اليوترس اللي في جوه ده انترنال ايليك المفروض او اكسترنال ايليك او بر اورتك معقوله انما في جزء منه بيبقى عند الفان مش الفانس الفنس بيبقى بيروح عند البرا اورتك كمان انما في جزء لو تفتكروا فاكرين المنظر اليوترس والفالوبيان تيوب لما كانت جارب المنظر ده ايوه فاكرين كان في حاجه هنا اسمها اوفري كان في ليجمنت طالع منها كان اسمه اوفري في الانجل دي بيكمل باسم راوند كان بيمشي في هذا الممبرين اللي هو كان اسمه برود ليجمنت كان ماشي جواه ويفضل ماشي 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 وبعدين طالع من السوبرفيشال رينج وراح ماسك في الليبيا ميجورا ليبيا ميجورا بره فالليمفاتكس اللي حول هذه المنطقة بتلاقي نفسها مضطرة انها تمشي مع الليمفاتكس الراوند لاوند ليجمنت اللي بياخدها ويسحبها زي العبيطة كده لغاية ما يطلعها برة عند الليبيا ميجورا يعني اكسترنال جينيتاليا يعني دخلنا تاني على مين؟ على الانجوين وهو يطرس اذا لما احط لك اريا كلوز تو the attachment of the round ligament واحط لك مجموعه لينف نود العقل بيقول ان ده يوترس يبقى انترنال ايلياك او اكسترنال ايلياك اللي هي بيلفيك لكن هو يروح لمين انجوينا يعني بره خالص الجلوتير ريجنز اللي هي الجلوتيس ماكسيمس والميدياس والمنطقه اللي هي الخلفيه دي كلها السكن اللي في اللور هاف اوف ذا ترانك بيلو امبليكس المهم اول حته دي انا لو حطيت هنا عند منطقه الامبليكس حزام هذا الحزام هيقسمني الى جزئين upper و lower الجزء اللي فوق الليفل اوف امبليكس لو احنا قدام هيروح للاكزيلاري انفينود لو احنا في الخلف هيروح للاكزيلاري الله طب ما ده اكزيلاري وده اكزيلاري بس ده اكزيلاري هيروح للفيكتورال جروب هيروح للفيكتورال جروب اما الجزء الخلفي هيروح للسبسكابولار جروب اللي هي البوستيريور جروب بس بالنهايه فيما فوق الليفل اوف امبليكس اي حاجه من الانتيريور ابدومينال وول او البوستيريور ابدومينال وول وول يعني من الخارج انا ما كلمتش على الثراسيك كونتنت انا بتكلم على الجدار الخارجي يروح للاكزيلاري الانفينود ولو كان من الخلف هيروح لمين اكزيلاري الانفينود اما في المنطقه اللي تحت دي تحت الليفل اوف امبليكاس بيروح للانجواين الليمفينود يعني كل جدار البطن اللي هو الانتيرو ابدومينال وول ما بيروحش العقل بيقول انها رايح للانجواين لا النص فوق للاكزيلاري والنص التحتاني مش النص كمان اللي هو الجزء من عند الامبليكاس جزء بسيط ده لغايه الانجواين بيروح للايه للانجواين اذا نقولهم تاني بسرعه المجموعه اللي هو الهوريزونتال جروب اللي هي الانجواين الهوريزونتال جروب مين الاستراكشرز اللي بترين عليها البرينيوم اللور هاف اوف انال كانال جزء من اليوترس جزء من الفاجينا اللي هو اخر جزء من الفاجينا ده اكسترنال جينيتاليا
يعني هو الجزء اللي بيقوله يمكن بعد منطقة الهيمن. الجزء بسيط جدا اخر جزء منه، لان بقيه الفاجينا يبقى بيلفيك اورجان هيخش على الانترنال ايليك لينفنود والاكسترنال ايليك لينفنود. البارت اوف ذا فاجينا اللي تحت مستوى الهيمن، وده جزء بسيط جدا حوالي يمكن سنتي، لغايه ما يخش على منطقه الفيستيبيول. الجزء الخارجي ده عند منطقه الهيمن، في الخارج ده بره خلاص. ايوه الجزء من اليوترس مهم قوي، اللي هي الحته اللي عند الراوند ليجمنت، وانا بتك عليه وبستريس عليها تاني. طبعا منطقه الجلوتير ريجون، واذا احنا وصلنا للجلوتير ريجون خدنا معانا البرينيوم كمان، اللي هي منطقه الانس اللي هو اللور هاف اوف انال كانال، وطلعنا من قدام برينيوم يعني ناخد الجينيتاليا اللي هو السكروتوم والحته دي كلها. مين الفيرتيكال جروب اللي هي دي اللي هي لونج مين؟ شوف واخده مين سكين و سوبرفيشال فاش بتاعت مين؟ اللور ليمب كله اللور ليمب، سواء كنت في الساي او حتى في الفوت وعند التوز تحت عند الصابع تحت. لا اللي احنا قلنا بوبليتيال ده ديب، هتطلع بعد كده على مين؟ عن طريق اللي هو الديب جروب مش السوبرفيشال جروب. واضح ولا لا؟ في اثنين فيرتيكال وقت، انت شايف اثنين فيرتيكال، في واحده فيرتيكال سوبرفيشال طلع السوبرفيشال، واحده فيرتيكال بس في العمق ده تبع الفيمورال فين، ده بيجي لها من البوبليتيال تحت. وضحت ولا لسه؟ هما يبانوا اثنين فيرتيكال بس دي سطحيه تحت الجلد، لكن دي في العمق مع الفين في الفيمورال تريانجل. فاكرينه؟ فاكرين ان شاء الله. ان شاء الله. البوبليتيال لينف نود ده المجموعتين اللي موجودين في اللور ليمب اللي احنا بنسموهم الديب جروب. الديب جروب هم مجموعتين في اللور ليمب اثنين، واحده اللي في البوبليتيال فوسا اللي احنا سميناها بوبليتيال لينف نود، اللي هي حول البوبليتيال فين، اللي هي في البوبليتيال فوسا اللي هي بتدرن مين؟ الديبر ستراكشر في الليج والفوت، اللي هي بتطلع بعد كده منها على الطريق اللي في نود اللي عند الفين الديب جروب. والمجموعه الثانيه اللي هي الديبنجوينا، الديبنجوينا اللي هي عن طريق مين؟ الفيمورال فين. واضح ولا لا؟ ايوه. البوبليتيا الموجوده في البوبليتيا الفوسا، انا قلت الكلام ده، بتاخد الليمفاتيك من الديبر ستراكشر من الليج والفوت، الافرنت بتاعتها بتروح للديبنجوينا الليمف نود. تاني حفظت ولا لسه؟ ده وجع قلب يا راجل، نعيد ونزيد في ايه؟ يقول لك روح الدوم الليمفاتكس بتاعت الليج والكلام فاضي. دي بنجوانا الليمف نود فين دي؟ فيمورال فين؟ حوالين مين؟ حوالين الفيمورال فين؟ موجوده في موجوده في منطقه اللي هي فيمورال ترانجل اناتوميكالي. لما بحط واسميها اي اناتوميكال ريجن موجوده فيها دي، بحط كم منطقه منهم الفيمورال ترانجل، وبحط الفيمورال شيس، وبحط الفيمورال كنال. ما واحد بيقول لي ايه؟ هو ايه السؤال العبيط ده؟ طب ما انت لو جبتها لي هنحطها في اي حته فيها فيمورال. لا، ما انا هحطها فيمورال وهزغزغك معايا، هفسحك. فيمورال تريانجل، فيمورال شيس، فيمورال فاشيا، معايا كلها فيمورال. معايا ولا لا؟ طيب هي موجوده في الفيمورال تريانجل حول الفيمورال فين. طب جوه الشيس ولا بره الشيس؟ جوه الشيس اناتوميكال بوزيشن. هي الفيمورال فين جوه الشيس ولا بره الشيس؟ لا جوه يا راجل. يا راجل. طب والفيمورال ارتري؟ جوه. الفيمورال نيرف هو اللي بره. النيرف هو اللي بره. ايوه. اذا لما يذكر اكتب لك ان هي جوه في الفيمورال شيس، مش هكتب لك فيمورال ترانجل، هكتب لك فيمورال فاشيا، لا في الفيمورال شيس، واحط لك فيها ديستراكتور ثاني هتبقى اقل صعوبه، لكن هي موجوده في الفيمورال شيس. جايه لها الليمفاتكس منين؟ اللي هي الديب. كان جايه لها الليمفاتكس منين؟ من الديب ستراكشرز اللي موجوده في الصال. السوبرفيشال بيروح لها، السوبرفيشال انجوينال بيروح لها. ما فيش حاجه اسمها السوبرفيشال انجوينال يروح للبلفس على طول، لا، السوبرفيشال يروح للي جوه، اللي جوه تروح للي فوق. بمعنى السوبرفيشال اللي انتوا شايفينهم دول احنا عرفنا جايبين منين، السلايدز اللي قبل كده دي جايه منين ودي جايه منين. دول يدوا لمين؟ الديب هي اللي بتطلع، لان الفيمورال فين بيكمل هنا باسم اكسترنال الياك فين. معايا ولا لا؟ الليمفاتكس حواليه، ولذلك الديب انجوينال يجي لها السوبرفيشال، وهي تعمل الاكسترنال الياك بعد كده، او تروح تبقى بالنسبه للاكسترنال الياك افرنت. واضح ولا مش واضح؟ الحاجه الثانيه البوبليتي، طب ما احنا قلناها. اذا الانجوينال الديب دي بيجي لها ثلاث حاجات، الديبر ستراكشرز كلها، البوبليتيال، ويجي لها كمان السوبرفيشال اللي لم كل السوبرفيشال سواء كان هوريزونتال او كان ايه؟ فيرتيكال. خلصنا اللور ليمب. سهلة؟ سهلة؟ فيش فيها حاجة؟ سهلة؟ الابدومينال قصتها ببساطة شديدة جدا، إن فيها حاجتين
لازم اعمل منهم لم، والليمف مختلف. في ليمف جاي من الجت، الليمف اللي جاي من الجت بيبقى شايل فاتس كتيره جدا، من الابسوربشن بتاع الفات بيبقى لونه ابيض، فيسموا الليمفاتكس اللي جايه من الجت لاكتايلز. يسموها ايه؟ لاكتايل، عامل زي المستحلب اللبني كده. في الابدومن حاجات تانية. ايه الحاجات التانية اللي موجوده في الابدومن؟ الكدن، السبرارينا، اليوريتر، انزل تحت اليورينري بلادر، صحيح يا بلفس؟ انا عايز اقول اللي موجوده في الابدومنال وبلفيك كافيتي على بعض، اليوترس في الفيميل، التيوب، الاوفري، الريكتوم، ده جي اي تي، هنا الكنال، جي اي تي، هنا الكنال، لور هاف، لا معلش ابر هاف خدها العب بيها زي ما انت عايز، انا عايز اللور هاف اللي دخلتها على مين؟ يبقى انا عايز اقول باختصار، انا عندي جت، عندي انتستن طالع ليمف، الليمف ده له سلوك معين شكله ابيض اسمه لاكتايل، وفي عندي كمان اورجان طالع منها ليمف، الليمف اللي فيها زي ايه؟ ليمف في البودي اللي هو اليرش مصفر خفيف اللي هو الصفره الخفيفه، كل دول هيتجمعوا في الابدومين في ريزرفوار في خزان اسمه سيسترنا كايلي. اسمه ايه؟ سيسترنا كايلي. السيسترنا كايلي دي بتبقى قدام اللامبر فيرتيبري. قدام مين؟ اللامبر فيرتيبري. ايه القصه دي بقى؟ اللامبر فيرتيبري في الابدومين بيبقى شكلها كده L1 L2 L3 1 2 3 وهكذا. ودي تتول، ودي بداية الدايفرام، الأورج بتاع الدايفرام. في ريزرفوار قدام اللمبر فيرتيبري اسمه سيسترنا كايل. اسمه ايه؟ سيسترنا كايل. السيسترنا كايل ده داخل فيه 3 داكتس، واحدة داخلة فيه في النص كده، ودي جاية الليمفاتكس من الجت، واذا كان في اورجان حول الجت الليمفاتكس اللي طالعه منها دي بيسموها لاكتايل او انتستاينال ليمف داكت، ولون الليمف اللي فيها زي ما قلت لكم لونه ايه؟ فاسمه لاكتايل او انتستاينال ليمف ترانك، الليمف اللي جاي من الجت كلها. وفي اتنين داكت داخلين لاترالي فيها كده، كل واحدة من دول اسمها لامبر ليمف داكت. اذا ماين يكون السيسترنا كايلي، السيسترنا كايلي خزان ليمف بتجمع فيه كل الليمف اللي جاي من الابدوم، سواء كان اللي جاي من الانتستين او اللي جاي من الاورجان، واللي جاي من الاورجان جاي من اللي قبل الاورجان، جاي من البلفس، جاي من قبل البلفس من اللور لين. بمعنى فاكرين واحنا طالعين من اللور لين طلعنا لغايه ما وصلنا لفين؟ رحنا لفين في الاخر؟ سواء كنا سوبرفيشال ولا الديب، الديب حتى دخلنا على مين؟ على البلفيك، على البلفيك اللي هو الانجوي، لا اللي هو الالياك، الالياك دول اللي هو البلفيك هيخش بعد كده على مين؟ على الابدومن، الابدومن بعد كده هيعمل اخر دكتتين اسمهم اثنين لامبر، اثنين ايه؟ لامبر، اثنين لامبر. اما الانتستين والجت هتعمل دكت كله 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 هيتجمع منها اسمها انتستاينال، يعملوا ريزرفوار واحد خزان واحد من الليمف قدام اللامبر فيرتبري تحت الاورجن اوف ذا دايفرام، تحت فتحه الدايفرام اللي هو فتحه الاورتيك اوبننج، لان الاورتيك اوبننج بتبقى في الفتحه دي كده بالظبط عند تي 12 لو تفتكروا، الريزرفوار ده بيبقى قريب منها، نكبره شويه يطلع من الطب بتاعته دكت، واشهر دكت اللي المفروض خدتوها في السوركس اللي هي السوراسيك دكت. وضحت؟ ولذلك انا صدري هنا في سوراسيك دكت جاي لها ايه هنا؟ مش شغلتي الوقت ده، الدايفرام ده مين؟ دايفرام. كل الليمف اللي جاي من اللور ليمف داخل على البلفس، وكل اللي طالع من البلفس داخل على مين؟ ابدومن، على الابدومن. وفي الابدومن لمبر. يبقى حاجتين، يا اما جاي من الانتستين، يا اما اللي جاي من الابدومن مع اللي جاي من اللور ليمف. واضح؟ مظبوط. يخشوا في خزان هنا اسمه ايه؟ سيستم في عمليه السوراسيك. عشان كده السوراسيك داكت بيقول هي المين ليمف فيزلز ويتش درين
all the body except فين؟ except the upper half. Upper half right side. Upper half right side. إيه الأبر هاف إيه اللي هو أبر هاف right side يعني نص الهيد والنك اليمين. الأبر لمب اليمين. نص السوركس اليمين. أما أي حاجة تحت مستوى الديافرام أي حاجة. lower limb, pelvis, abdomen, testing, organ, عفاريت, زرق تحت كل ثراسك ده واضح؟ واضح؟ طيب الرسمة اللي أنا راسمها المرسومة دي هي بس تكوين الليمف نود والسكاتر ازاي؟ أنا عندي حاجة اسمها أورطة هنا انتوا عارفينه طبعا عشان المسميات بس بعد كده ايه ندوس ده الديافرام ده فتحة الأورطة نازلة ايه في الابدومن ده هنا في المنطقة دي اللي واحد اللي اتنين اللي تلاتة جنبهم هنا الريزرفوار اللي قلت لكم عليه اللي هو اسمه ايه سيستيرنا كايلي اللي طالع منها الدكت اللي هي اسمها ايه ثراسك دكت ومع السلامة الله يسلمك في مجموعة لينف نود بتبقى قدام الأورطة اسمها بري أورتك لينف نود يعزى إلى هذه البري أورتك هتتشرح دلوقتي ثلاث مجموعات رئيسية اسمهم بري أورتك سيلياك لنفنود سوبيريور ميزنتريك لنفنود انفيريور ميزنتريك لنفنود عليكم يا محترمين هتجيبولي دولت انتم شايفينهم اللنف اللي جاي من المنطقة دي عشان جي اي تي الجزء ده اسمه فورجات اللي هو من الفورجات والجزء ده اسمه ميدجات والجزء ده اسمه ايه ده فيه الفورجات اللي هو فين فورجات اللي هو الاوسوفاجس بس الاوسوفاجس ده في السوركس انا عايز اخر حته في الاوسوفاجس اللي هي ابتومينال اللي هي الحته اللي ساقطه تحت استومك دودينا انه دودينا فيرست بارت ونص السكند بارت من الدودن ده اسمه فورجات ارسمها لكم هنا اخر الاوسوفاجاس ستومك ابر هاف دودنم لغايه نص الدودن ليفر سبلين بنكرياس الجزء ده اسمه فورجات اسمه ايه من الامبريولوجي اللمف اللي خارج منه يروح للسيليا الميد جات بقيه الدودن اللي هو بقيه السكند والثيرد والفورس وبعدين مين الاليوم والجوجن وبعدين السيكم والابندكس والاسندي والترانزفيرس التلتين اليمين ده ميد جات الليمف اللي خارج من المنطقه دي يروح للسوبيرير ميزنتريك على فكره المنطقه دي البلاد سبلاي اللي جاي لها من السيلياك ارتر الليمف اللي خارج منها رايح للسيلياك ليمف نود المنطقة دي اللي بلاد سبلاي بتاع سوبر ميزنتريك ارتر الليمف اللي خارج منها رايح للسوبر ميزنتريك ليمف نود المنطقة اللي باقية دي اللي هو بقية التلت والديسندي والسيجمويد والريكتوم ما عدا الهاف والابر هاف اوف انال كانال والنص اللور هاف ده انجواينال دول انفيرور ميزنتريك جت جي اي تي الليمف اللي خارج منه لونه ابيض عشان جاي شايل محمل من الانتستين فات كتير يوم اللمف اللي جاي للمنفيرو ميزنتريك اللي هي جاي من الهاند جات يروح لمين انفيريو ميزنتريك الانفيرو ميزنتريك تحدف على مين سوبيريو ميزنتريك والسوبيريو يجي لها مين بالاضافه الى مين اللي جاي من الميد جات واللمف اللي جاي من هنا ومن هنا يخش على مين يبقى سيلك تجيب اللمف اللي جاي من السينفيريور واللي جاي من السوبيريور واللي جاي من فورجات ثم دي بعد كده تخش الى داكت اسمها لاكتايل او الانتستاينال داكت اللي هي بتخش في السيسترنا كايلي واضحت ولا ما واضحتش نفس اللحظه وانا في الابدومن هنا
الليمف نود اللي انتوا شايفينها مع رسامها دي، انا رسامها قدام الاورطة ولا جنب الاورطة؟ قدام بري اورطة. اذا البري اورطة كونسيستس اوف مجموعة سيلياك وسوبيروميزنتريك وانفيروميزنتريك المنوطة بعمل الانتستين والجت. اما على جانبي الاورطة في مجموعة ليمف نود تانية اسمها ايه بقى؟ بري اورطة بارا اورطة. هاتولي الصورة دي، مين اللي في الحتة دي؟ كده ادرينا الكدني والسوبرارينا واليوريتر، مش كده ولا انا غلطان؟ مش كده؟ ولو نزلنا مع اليوريتر نلاقي هنا في السكروتم والسكروتم فيه جونات الجونات سواء تستس او مين؟ الاوفر. كل دولت الليمف اللي خارج منهم رايح لمين؟ للبارا اورتك. جدار البطن الخلفي البوستيرا ابدومينال الوول، جدار البطن الخلفي من الداخل وليس من الخارج. جدار من بره كان اكزيلري وانجوين، البطن من جوه معايا ولا لا؟ الديب ستراكشر اوف ذا ابدومينال وول من جوه رايح للبارا اورتك. بس كده؟ تعالوا لي بقى، تعالوا لي بقى، الاورطه مش نهايته بيعمل حاجه اسمها 2 كومن ايلك. وكل كومن ايلك له انترنال وله اكسترنال. ادي انترنال وادي اكسترنال، والاكسترنال ده بيكمل المحترم ده تحت الانجوين الليجمنت بقى اسمه ايه؟ فيمورا. الله اكبر، انت مش قلت لنا في لين في الوقت بيتجمع وفي الاخر بيوصل هنا للديب؟ ايوه مش كده؟ الديب بتودي للينف نود حوالين الاكسترنال ايليك اسمها اكسترنال ايليك. الاكسترنال ايليك تتجمع مع الينف نود مع الانترنال ايليك ويعملوا انترنال ايليك يروحوا على الينف نود اسمها كومن ايليك. الكومن ايليك تودي للبارا اورتك. البارا اورتك اللي هي متجمع معاها دول اللمضه. ايوه اللي متجمع معاها دول. خلي بالكم انا جاي هنا من تحت من مين؟ من الفيمورا. من النور لم. ايوه خدت الحوض اللي في الحوض هنشوفه الوقت وعملت لي كله جمعتوني في مين؟ في البارا اورتك. صح ولا لا؟ صح. مع ان انا رسمته هنا الكدني والسوبرارينال واليورتر والتستس والاوفري والبوستير ابدومينال وول من الداخل، كل دول في الاخر هيتجمعوا يعملوا اثنين تاكت اسمهم لمبر. اللمبر يخشوا في الريزرفوار اللي اسمه ايه؟ سيسترنا كايلي. يبقى سيسترنا كايلي جاي لها لمبر يمين ولمبر شمال، كل لمبر منهم اصلها مين؟ بارا اورتك. البارا اورتك اصله مين؟ كومن ايليك. كومن ايليك اصله مين؟ انترنال ايليك اصله مين؟ علينا بقى نبدا من اول هنا، مين الاورجن اللي راح على الاكسترنال ايليك؟ مين الاورجن اللي راح للانترنال ايليك؟ مين الاورجن اللي راح للاكسترنال اللي هو الليمف اللي جاي منه؟ مين الاورجن اللي راحت في دي قلناها خلاص اللي هم دول؟ اللي هو البارا اورتك الاصلانيين. فاهميني ولا لا؟ ايوه. يتبقى ان انا اعرف ايه؟ ان كل واحد من اللي تحت دول مين الاورجن اللي رايح له؟ دكتور اليورينري بلادر دكتور لسه ما قلتش، لسه ما قلتش. انا قلت هنوصل. انا عندي دلوقتي مجموعه ليمف نود اللي حوالين الاورطه اسمها بري اورتك. البري اورتك دي موجوده فين؟ قلناها بقى انتوا المفروض تشغلوني. انت شايف من عندك كده؟ شوية اسمها بري اورتك. البري اورتك دي موجودة فين؟ قدام الاورتك. قدام الاورتك. هم عبارة عن كم مجموعة؟ سيليك وسوبيرو ميزنتريك وانفيرو ميزنتريك. يقولوا له كده موجودة وبتدرين الفيسرة اللي هي سبلايد بمين؟ يعني هي بتاخد من الفيسرة اللي هي سبلايد بمين؟ بالسيلياك ارتري والسوبيريو ميزنتريك ارتري والانفيرو ميزنتريك ارتري. هي نفس الاورجان دي اللي بتاخد البلاد سبلاي من الاسماء دي، هي نفسها اللي بتدي لهذه الاستراكشر. فاهمينها ولا لا؟ هتفهموها اكتر الوقت. انا عندي دلوقتي الافرنت الاورجان بقى، ما انا قلتهم والله رسمتها. الاورجان بقى اللي رايحين للثلاثه اللي انا شفتهم دول سواء كانت السيلياك الفور جات والميد جات والهاند جات بشكل بسيط ويسير، هي عباره عن الاستومك الانتستين البنكرياس الليفر. كل دول الليفر الانسولين بيروح للبري اورتك لينف نود، والبري اورتك لينف نود بتعمل حاجه اسمها انتستاين الليمف ترانك اللي بتخش على مين؟ على السيسترنا كايلي. مش ده اللي قلته؟ قلته ولا ما قلتوش؟ قلت كده ولا ما قلتوش؟ ايوه كده. من خاف سلم يا ابني. اللاترال اورتك لينف نود موجوده فين؟ على الجانبين. على الجانبين بالدرين مين؟ سمعوني، بالدرين فيسرا في الابدومين غير الانتستاينال والاستومك والعكه بتاع الجي تي. اسمهم ايه؟ هي بالدرين الاورجن الفيسرا والاستراكشن اللي هي بتاخد البلاد سبلاي من البرانشات الخارجيه اللاترال والدورسال. يعني الاورطه في اورجن بتاخد من اللاترال برانش زي الكدني زي السوبرارينا زي اليوريتر، مش كده انا غلطان؟ زي التستس زي الاوفري. هذه الاورجن اللي بتاخد من اللاترال برانش او الدورسال برانش اللي هي من ظهر الاورطه، الليمف اللي خارج منها بيروح للبارا اورتك. وصلت؟ ايه هم بقى؟ سهل برضو بسرعه عشان نخلصها. اهي البارا اورتك رسمت صوره هنا، بتاخد من مين؟ كدني. بتاخد من الكدني. هل دي جت؟
هل دي قط؟ لا. تاخد من الكدني من السوبرارينا من الجزء اللي ابدومنا البارت اوف زيورتر يوترين تيوب. نعم. دخلنا شويه تحت لانها جانبيه قريبه من البلفس لكن تروح برضو لللاترال. ما مش ما اختلفناش راحه لللاترال. بصوا كده الحته دي فندس. انا بقعد العب بقى على اليوترس ده في الاكزام في الام اس كيو. فندس الجزء اللي عند الراوند ليجامنت السيرفكس البودي. فاهمين الحته دي؟ فبصوا كده معايا خدنا الكدن مفيش مشكله سوبرا رين مفيش مشكله ابدومنا البارت بتاع الاورطه او اليورتر اسف كل اليورتر سيبكم من الفزلكه اللي انا كاتبها دي اليورتر كله رايح للبراورد كله رايح للبراورد انما يوتراين تيوب ماشي ابر بارت اللي هو الفاندس فاندس ده يوترس ده بلفس لا بيروح للبراورد يروح للبراورد البوستيرو ابدومنا اللي قلنا البلفيك ليمف نود يعني انا عايز اقول ان البرا اورتك بيجي له مين كل اللي جاي من البلفس اللي هشرحه الوقت اللي هم اسمهم الياك الالياكات كلها الالياكات كلها راح لمين براورت للبرا اورتك بالاضافه الى الاورجان دي وصلت ولا لسه انا خايف ما تكونش لا شايف ولا انا عشانك انت بس الكلام ده انا قلته الافرنت اللي جايه من البرا اورتك بتعمل كام ترانك لمبر 2 2 لمبر رايت وليفت اللي بيخشوا على مين باربع سيستيرما كايلي وهو الريزرفوار اللي بيجي له كام داكت وبعيد وبزيد ثاني 3 اللاكتايل والانتستاينال ورايت لمبر وليفت لمبر متهيألي كلام مكرر مفيش فيه مشكله الكومن الياك اللي هي فين على كومن الياك الونج ذا كومن الياك فيزلز هي قريبه قوي للفين ما تبقاش على الارتر على الكومن الياك فيزل بتريسيف افرنت من مين دي بتريسيف افرنت ما قدامكم اهي بتريسيف افرنت الكومن من مين من الليمف نود اللي عند الاكسترنال واللي عند الانترنال اللي عند الاكسترنال واللي عند الانترنال ريسيف افرنت من الاكسترنال والالياك ليمف نود يتبقى لازم تعرفني لا الانترنال والاكسترنال مين الاورجان اللي بتروح له فهمتوها ولا لسه بتسند الافرنت لمين الافرنت بتاعها بيروح لمين قلناها والله للبرا اورتك اللي ماشي معايا متسلسل هيبقى ماشي زي العسل الاكسترنال الياك بقى اللي هي الليمف نود اراوند مين الاكسترنال الياك بيزك احنا خدنا جزء منها ان الليمف اللي جاي لها جاي لها منين من الديب انجوين تحت اللي هو كان حوالين الفيمرا طب نشوف كده بيريسيف افرنت منين من الانجوين مين مقصود بالانجوين هنا الديب الديب امال السوبرفيشال فين يروح للديب والديب اللي تروح لها طيب نمرة اتنين تاخد من البلفيك فيسرا بقى البلفيك اورجان اللي هنا راح لمين مخصوص راح لمين للاكسترن والاكسترن هي اللي تروح للكومن والكومن هي اللي يعني ما اجيبش الكلام ده واحطه على البرا اورتك واحد بيتنصح عليا ويقول لي ما في النهايه كله راح للبرا اورتك وضحت الاورجان اللي هقولها دلوقتي راح للاكسترن اللي هم مين الفاندس بتاع البرادر البرادر اللي قمتها من فوق بس انما بقيه البرادر انترنال اليك واحد يقول لي يا دكتور انت مالك ما مضيقها قوي ما البرادر راح للانترنا برا اورتك تفرق يا جماعه كتير لما تشتغلوا في الجراحات العامه وجراحات الاورام لما يجي حته من الاماكن دي الله لا يقدر تلاقي فيها تيومر المفروض الافرنت بتاعه ابقى عارف رايح لمين من اللنف اللي استقبلته الاول مش اول مره علشان اقص في البلادر او مقصص معاها البرا اورتك ما يمكن لسه ما وصلهاش ما تشوف مين اللي بيرجلها الاول معايا ولا لا يعني الواحد لما بيشتغل على بريست وفي كانسر في البريست اول ما بيدور بيدور على الليمف نود اللي هي موجوده فين اكزيلا مش بيخش في صدر البنادم من جوه يقول له تعال ما نشوفه اذا كان دخلك لا ابقى لازم عارف الليمفاتيك دي عشان كده بندرس الليمفاتيك درينج علشان السيرجري وعشان التيومر وعشان السبريد الليمفاتيك سبريد اللي هو اشهر سبريد في المالجنسي فاهمين كلام ولا لا طيب الفاندس بتاع البرادر بس روح للاكسترن البروستد اكسترن معناه في الحوض مش انترن الجرانس بينس الله اكبر حته ام اس كيو الجرانس بينس ده اكسترنال جريتال ولا انا غلطان مش كده برضه قصه لها علاقه بالامبريولوجي والتقسيمه وازاي جه وازاي طلع وخد منين الليمف بتاعته انما الوقت اعرف ان الجلانس بينس بالرغم ان هو اكسترنال جينيتاليا والعقل بيقول ان نروح للانجوينال لا الجلانس بينس بس ما يروحش للانجوينال بيروح لمين الاكسترنال ايليك بقيت البينس الجزء الخارجي من البينس للانجوينال اذا الجلانس بينس لا سيرفكس اوف ذا يوترس تاني يوترس سيرفكس اوف ذا يوترس
السيرفكس اوف ذا يوترس بيروح لحتتين للاكسترنال وحاجه عند عظمه السكر من راسها سكر يروح الحتتين دول برضو لما يجي كانسر في السيرفكس ما دورش على الليمف نود هنا ولا هنا اول ما ادور ادور على مين على الاكسترنال ابص عليها الحاجه اللي بعد كده بارت اوف ذا فاجينا انه بارت الجزء العالي من الفاجينا اذا لو انا جيت هنا وسالتك قلت لك الكومن ايليا ما بسالش عليها الكومن ايليا دي بتريسيف افرنت من مين هتقول لي من اثنين من الاكسترنال والانترنال نرجع بقى للاكسترنال هو الاكسترنال مين الاورجان اللي بيحدف لها الافرنت اللي خارج منها رايح لمين او جاي منين اقراهم لي تاني احفظوا معايا انجوانا نمره واحد لازم اجيب انجوانا الديب الديب اثنين الفاندس بتاع اليورينري بلادر البروست جلانز بينس شوفوا شوفوا البلادر فاندس ودخلت عند النك شوف بروست تخيل المنظر فوق تحت خالص بقيت البلادر انترنال وصلت وصلت المنظر ما البروست تحت البلادر هنا المهم الجلانس بينس السيرفكس بتاع بتاع اليوترس وطالما خدت السيرفكس خد معاه اللي داخل في السيرفكس الفاجين وصلت الانترنال بقى بيريسيف افرنت من كل البلفيك فيسرا اكسبت اللي انت قلتهم دول لو لقيت هنا حاجه في البلفس مين في دول في البلفس بروستيت البلادر البلادر في البلفس فتقول البلادر كلها للانترنال اكسبت الأبر بارت اليوترس كله في الانترنت اكسبت اكسبت الفاندس والسيرفيس ايه تاني موجود عندي هنا الجرانس بينس ده بلفس بينس كامل لا اي بقى حاجه في البلفس اي اورجان في البلفس افتكر اي حاجه في البلفس كده واحد يقول الريكتوم واحد يقول الريكتوم ده جات ده انتستاين فاكرينها ولا لا انا بتكلم الوقت على البرا اورت انما الوقت كل البلفيك فيسرا والديبر استراكشر اوف ذا برينيوم انا سمعت الكلمه دي والبطك انا سمعت الكلمتين دول قبل كده انا سمعت الجلوتيال والبرينيوم قبل كده مع الانجوانل بس انه جزء السوبرفيشال برينيوم والسوبرفيشال جلوتيال انما الديبر استراكشر منهم بيروح لمين للانترنال وكل البلفيك اورجان بيروح للانترنال اكسبت اللي انا قلتهم مع الاكسترنال عايز ايه دكتور السنفزايك باي ايه اكسترنال انترنال اللي هو السنفزايك كله مزايك اللي ايه؟ بلادر يعني؟ سيمينال فيزيكال سيمينال فيزيكال كله واحدة واحدة عليا ملواني سيمينال فيزيكال اجاكيولاتري داكت الفاز دي فرانس بلفيك ولا مش بلفيك؟ بلفيك في البلفس ولا مش في البلفس؟ في ظهر البلادر ولا مش في ظهر البلادر؟ مش في ظهر البلادر؟ نعم ولا انا غلطان؟ كل البلادر بتروح لمين؟ انترنال اكسبت مين الفاندس روح لمين الاكسترنال واللي تحت البروست ده تروح لمين وصلت ولا لسه دي بقى السكر اللي بقول لكم عليها اللي هي موجوده قدام السكر موجوده في الحوض بس ورا دي بتاخد منين قدام البلفيك سيرفيس اوف ذا سكرم يعني قدام السكرم بتاخد الافرنت بتاعتها السيرفكس اوف ذا يوترس على كده السيرفكس اوف ذا يوترس اتقال مرتين لو اتقال في ام اس كيو اتقال صح ما يجوش الاثنين مع بعض ديستراكتورز واحده طبعا في سؤال واحد لكن الاثنين ممكن يروح لمين او مين السيرفكس ادور عليها لمين للاكسترنال والسكرم السيستم كاي اللي خلصناها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام اين الليدر اين الليدر دكتور ايوه ادفع بالله يا احسن فيزا الذي بينك وبين اعضاء الجماعه وحاسس من وجهك اوعى تتكلم استنى هو ده بس واحد اثنين حاضر ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12 13 15 صور 37 40 44 43 44
70 دكتور 75 76 77 78 78 دكتور تكلمت قبل شوي عن الفرينيوم والباتوكس ايوه قلت انهم في تو 80 سوبر فيش 80 ايوه اما الديبر ستراكشرز منهم تروح الانترنال الي كان 80 يعني البطن من جوه 90 يعني من جوه للانترنال اي حاجه في البرينيوم فاكر البرينيوم اللي درسته ايوه في البرينيوم الباوتش ودي برينيوم الباوتش باللي فيهم ده اللي جوه الانترنال الي اما البرينيوم من خارج اللي هو الجلد والمنطقه الخارجيه من جوه الجلوتير ريجن كان عندها جزء ظاهري وجزء جوه اللي جوه للانترنال الخارجي ده لل السوبرفيشال بعدين تروح الدين ايوه انت وش دي ايش هذا هذه وش هذه بالنسبه عندنا صور كميه وحد فيها حط علك دكتور في محاضره للسبلين عندك محاضره للسبلين نسيت اقول لكم لا عامل انتوا هتاخدوه لا 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 احنا في مع بعض اي وقت كده بعد صلاه ال وقت البريك طب اوكي انا نقدر نستفيد من التصوير دلوقتي حالا لازم انزل لازم على راحتك هجيبه كده هياخد مني بالظبط 5 دقايق بالظبط خلاص باقي وقت نجيب حدد وقت ومش هيجي في العالم على الاقل يعني بس عشان نشوف عشان في مين بس اوكي يقول اسبلين هو جاي بالعملي هو لا اسبلين يقول بس بوتو ستيشن انا تميل ولا هو بعميق ليفر اللي دخله في السرق سيوان ليفر لا قال انت قصدك ما الرايت سايد اوف ذا قصدك البريتونيوم اللي على الليفر على السيرفس اوف ذا ليفر في جزء من الليفر اللي هو الرايت سايد لا جزء من جزء من عند البير اريا بتاعته الجزء منه ما يخبط راسك لا في جزء منه يخش راسك ما يعصر راسك يروح مع الرايت لا الليفر كله موجود في الفورجات في جزء منه ايه على على اللي هو على الرايت لو فوق اليمين فوق هذا الابر ايوه اللي هو جزء لو ايوه اللي هو الجزء الكلوز للبير اريا مع البريتونيوم اللي عليه بيروح للثراسك ليمف نودز ما فرقتش كتير الليفر فورجات وخلاص حصلت طبعا بس هو الجزء البسيط اللي عليه دوت اللي عند البير اريا اللي هو بيخش مع ضمن الفاتكس اوف ذا سيركس بيخش يعدل الدايفرام يخش على الثراسك داكت يخش فوق ايه انا داري يعني شالت ايوه شزه